إيه أحسن شهادة ادخار موجودة في مصر؟ ده بقى السؤال اللي بيسأله المصريين وهما بيدوروا وسط عشرات الشهادات اللي بتطرحها البنوك كل وقت والتاني، عشان كده الكل بقى في حيرة عن أحسن شهادة موجودة في السوق. لكن من غير ما تحتار، أنا هقولك دلوقتي على أحسن شهادة تشتريها حتى لو معاك 1000 جنيه بس، وهتستثمر ال1000 جنيه اللي معاك وتكسب من وراها كمان. لكن هي ايه احسن شهادة موجودة في مصر، والعائد بتاعها كام، وازاي تكسب 200,000 جنيه في السنة؟ كل ده واكتر هتعرفه، بس تابعنا في الفيديو ده. البنوك كل يوم والتاني بتصدر شهادات ادخار بعائد تنافسي وخيالي، وده على قد ما هو ميزة فهو عيب برضه، وده لأن وجود أكتر من شهادة من أكتر من بنك بيخلي الكل في حيرة عن أفضل شهادة موجودة في السوق، والاختيار وقتها بيكون صعب جدا. لكن استنى وما تحترش ولا تفكر كتير، لأن هقولك دلوقتي على أحسن الشهادات الموجودة دلوقتي في السوق. بس يا ترى ايه احسن شهادة؟ شوف يا سيدي، حسب موقع صدى البلد، انت دلوقتي عندك اكتر من شهادة ادخار هتحط فيهم فلوسك وتكسب من وراهم ذهب وانت مطمن. اولهم شهادة البنك المصري الخليجي اللي طرح شهادة ثروة بلس باجل 3 سنين بالجنيه المصري، ودي بتشتريها ب 1000 جنيه، ودي ممكن تستردها بعد 6 شهور من شرائها لو ما حبتش تكمل مدتها للاخر، ودي بعائد ثابت خلال السنة الاولى قيمته 23% سنويا، وبيكون متغير في السنة الثانية والثالثة علشان تساوي سعر الايداع المعلن من البنك المركزي. يعني لو استثمرت في الشهادة دي مبلغ 100,000 جنيه هتكسبك 23,000 في السنة الأولى. انت كمان عندك الشهادة البلاتينية من البنك الأهلي بعائد ثابت، ودي مدتها 3 سنين بسعر فايدة سنوي 19% بيصرف شهريا، ودي بتشتريها بداية من 1000 جنيه. ده كمان طرح نفس الشهادة بعائد متدرج بنسبة فايدة سنوية 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، وده بيتصرف شهرياً، وبرضو بتشتريها ب1000 جنيه زيها زي شهادة العائد الثابت. مش بس كده، ده بنك مصر طرح شهادتين أحسن من بعض. الأولى اسمها شهادة القمة بأجل 3 سنين للعائد الثابت بسعر فايدة سنوي 19% بيصرف شهرياً، وبحد أدنى لشرائها من أول 1000 جنيه. كمان طرح شهادة ابن مصر 2 مدتها 3 سنين بعائد متدرج، ودي نسبة الفايدة السنوية عليها 22% في السنة الأولى، و18% للسنة الثانية، و16% للسنة الثالثة، وبرضو بيتصرف شهريا وبتشتريها ب1000 جنيه. وفي كمان شهادة بنك ناصر الاجتماعي، ودي شهادة ثلاثية تراكمية بسعر فايدة 22% لكن بتاخده في نهاية المدة، وكمان طرح شهادة مدتها سنة ونص بنسبة فايدة 20% وبرضو بيتصرف في نهاية المدة. وطرح كمان الشهادة الثلاثية، ودي اسمها رد الجميل، ودي متاحة لكبار السن بداية من 60 سنة وأكتر بسعر فايدة 17.75% يصرف شهريا، و19.25% يصرف سنويا، وبتشتريها برضو ب1000 جنيه. وعندك كمان شهادة البنك التجاري الدولي، ودي شهادة ثلاثية بعائد ثابت، ودي بيطرحها تحت اسم بريميوم بسعر فايدة 20% سنويا وبيتصرف شهريا، ودي البنك بيبيعها من أول 1,000,000 جنيه كحد أدنى، يعني هتكسبك 200,000 جنيه. وعندك كمان شهادة البنك الأهلي المتحد بعائد سنوي 20% بيصرف شهريا، وده معدل فايدة تنافسي ثابت لمدة 3 سنين. ميزة الشهادة دي انك ممكن تستردها في اي وقت بعد 6 شهور، ده غير انك ممكن تقترض بضمانها لحد 95% من قيمة الشهادة، وكمان بتمنحك بطاقة سحب آلي وبطاقة ائتمان بلاتينية مجانا، ودي الحد الادنى لاصدارها 500,000 جنيه. اما بقى لو المبلغ اللي معاك على القد، فانت عندك شهادة ادخار امان المصريين، ودي بتشتريها ب500 جنيه، بس خلي بالك دي الحد
العرض الأقصى للاستثمار فيها هو 2500 جنيه. الشهادة دي يا سيدي مدتها 3 سنين بعائد 13%، بس دي بقى مش هتقدر تقترض بضمانها عكس باقي الشهادات. من مميزات الشهادة دي إنك ممكن تستردها في أي وقت أنت عايزه بكامل قيمتها أو في نهاية المدة بالعوايد الباقية. كمان بنك التعمير والإسكان بيطرح شهادة ادخار لمدة 3 سنين بأجلين، الأول بعائد 20% سنوياً، أما عائد الأجل الثاني بتوصل نسبته ل 18.5% شهرياً، ودي بتشتريها بداية من 1000 جنيه ومضاعفات 1000 جنيه، والعائد بيتحسب من ثاني يوم شراء الشهادة. وفي كمان شهادة بنك التنمية الصناعية باسم اختيارك بعائد مدفوع مقدم قيمته 39%، ودي شهادة ادخار ثلاثية، والحد الأدنى لشرائها بيبدأ من 50,000 جنيه، ودي أحسن ميزة فيها إنك بتاخد العائد بتاعها من غير ما تستنى دوريات صرف العائد. ودلوقتي قولنا إيه أحسن شهادة تستثمر فيها فلوسك؟